والسلام على رسول الله على آله وصحبه وولاه. أما بعد، علنا نواصل مع دروس أصول الفقه التي طال العهد بها، ونكمل أو نشرع في العبقري غدا بإذن الله وحوله وقوته. الأسئلة المتعلقة بالفقه نجيب عنها غدا إن شاء الله تعالى. هذا أحد الأحبة يقول يعني عن انقطاع الدروس، وقال فإننا نشتاق إليكم كثيرا، ونحن كذلك نشتاق إليكم، تشتاق إليكم الجنان. احنا لولا تلك الدورة المصغرة يعني لما قطعنا، فقط من باب الجمع بين الحسنين، وهذا استثناء في الحقيقة، مش دائما، انه اذا كثرت الدورات فطالب يشوف الذي يناسبه، ولا تحجير فيه على احد ان شاء الله تعالى. ويقول لو تجعل يوم الخميس او الجمعة، ممكن قد يكون بالخميس أو الجمعة، عن القضية الفلسطينية نعقد لها محاضرة مفردة إن شاء الله تعالى، تكون بالخميس أو الجمعة بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى. المهم احنا المسألة المهمة أن يحذر المسلم من انطفاء جذوة الهم والاهتمام بأمور المسلمين، يحذر من أن تنطفئ شعلة الولاء والبراء في قلبه. هذا هو المقصود. صحيح الأحداث أليمة والمصيبة جسيمة، لكن هذا شأن القضايا الكبرى. الانتصارات العظيمة لا بد لها من تضحيات جسيمة. هذه سنة الله تبارك وتعالى، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في التدافع بين الحق والباطل. فهذا لا ينبغي أن يهولنا وأن يصرفنا عن واجبنا في كل ميدان. وكما أقول دائما، لا يجوز أن يشغلنا واجب عن واجب. ما نحن فيه خير عظيم، نحن نعد ونكون من خلال هذه المجالس بالعلم تنهض الأمة، وهذا لا يشغلنا عن واجب الاهتمام والاغتمام لإخواننا، لا يشغلنا هذا عن هذا. فنحن ندعو لإخواننا أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى، وأن يؤيدهم بمدد من عنده، ونؤمل في فضل الله، فضل الله واسع. بالعكس أنا مستبشر جدا رغم الآلام الجسام، لكن من قرأ التاريخ وفهم سنن الله تبارك وتعالى علم أن النصر قريب. نحن على يقين من هذا بإذن الله. هذا الكيان الغاصب أيامه معدودة، الأيام هنا مجاز يعني، سنواته معدودة بإذن الله تبارك وتعالى، والمدار في هذا على دفع الصائل. وش المقصود بالكثرة؟ المدار على إحداث النكاية التي يندفع بها الصائل. بعض الناس للأسف الشديد قد لا يفهم هذه المسائل على وجهها، فهذا من جهاد الدفع الذي يجب على أهل المحل، فإن عجزوا وجب على من كان بقربهم أن ينصرهم، وهكذا حتى يحصل دفع هذا الصائل. هذا ليس جهاد طلب، هذا جهاد دفع. كل ما يدفع به الصائل فهو واجب ما أمكن ذلك. وذكرت لكم مثال الثورة الجزائرية المباركة،
لو أخذنا عدد مليون ونصف مليون شهيد وزعته على 7 سنوات 600 تقريبا كل يوم. تخيل لو كان 8 ملايين 10 ملايين، يعني شيء كبير جدا، آلاف كل يوم، كل يوم آلاف. ثم بحمد الله تعالى كان مكان من إخراج هذا العدو الغاصب الظالم. فهذا هو المقصود، المقصود هو دفع هذا الصائل ما أمكن. وقد أحدث إخواننا نصرهم الله وأيدهم بمدد من عنده نكاية عظيمة في العدو بشهادة الأعداء أنفسهم. فواجبنا هو الوعي بهذه القضية وحمل هم هذه القضية والحديث عنها ونشرها بين الناس، لأنها من الولاء والبراء، يعني تعليم الأهل والأولاد والأسرة والأقارب. نشر الوعي بهذه القضية من أعظم ما تنصر به هذه القضية، وذكرت هذا في خطبة الجمعة الماضية. كذلك بذل ما يمكن من خلال التواصل مع الهيئات الخيرية والجمعيات الإغاثية، بذل ما يمكن بذله لإغاثة إخواننا في تلك البقعة المباركة. قلت لكم لنا عودة إن شاء الله نتكلم عن هذه القضية بشيء من الاستفاضة وبشيء من العمق. هناك أبعاد خفية في هذه القضية ينبغي لكل مسلم أن يتنبه لها، ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. لا بد تعرف تفهم المسألة الصهيونية كيف جاءت، وما الذي تمثله المسألة الصهيونية بالنسبة للعالم. إخواننا لا يدافعون عن أرضهم فقط، إذا عمقت النظر ودققته هم يدافعون عن الأمة بأكملها، فهي قضية أمة. نذكر هذا في حينه وأوانه، في حينه وأوانه بإذن الله وحوله وقوته. نعم، نرجع إن شاء الله تعالى إلى دروس أصول الفقه من خلال هذا المختصر المبارك الشهير بالورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، قل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، آمين. أقسام الكلام. أقسام الكلام، بعد أن ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى أبواب أصول الفقه على جهة الإجمال، شرع في ذكرها وبيانها وتناولها على جهة التفصيل، وبدأ بأقسام الكلام. وذلك أن أصل هذه الشريعة كلام، كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. خاتمة الرسالات، رسالة الإسلام في حقيقتها وجوهرها هي كلمات، هي كلمات السماء. فهذا مما يعظم به شأن الكلام، ومما يعظم به شأن الكلمة في الإسلام. وأما إذا نظرنا نظرا أصوليا دقيقا، قلنا بأن من أهم مباحث علم أصول الفقه مبحث دلالات الألفاظ، لأن مدار علم أصول الفقه على الدلالة كما مضى معنا في موضوع هذا العلم الشريف. قلنا موضوع علم أصول الفقه وموضوع كل فن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الكلية، الأدلة الإجمالية، وكيفية الاستدلال بها، كيفية الاستفادة منها. فمدار هذا العلم الشريف على الأدلة ودلالاتها، المدار على الدلالة، والدلالة تتعلق بالألفاظ. ولذلك أخذت دلالات الألفاظ قسطا كبيرا وافرا من مباحث هذا العلم الشريف، من مباحث هذا العلم الشريف.
بل صار جل علم أصول الفقه جل هذا العلم في دلالات الألفاظ. فلما كانت ألفاظا وهي من جملة الكلام أفاض الأصوليون أو بدأ عدد من الأصوليين بالحديث عن الكلام وأفاضوا في مباحث الألفاظ. فبدأ بالكلام قال أقسام الكلام. الكلام في اللغة العربية عبارة عن كل ما أفاد سواء كان نطقا أو عقدا بالأصابع أو كتابة أو إشارة أو إفادة بالحال إلى غير ذلك من ألوان الإفادة. فالكلام في اللغة في العربية عبارة عن كل ما أفاد، كل ما أفاد فائدة فهو كلام عند اللغويين، ويستدلون على ذلك بشواهد من كلام العرب. إذا كلمتني بالعيون الفواتري رددت عليها بالدموع البوادري، ولم يعلم الواشون ما كان بيننا وقد قضيت حاجاتنا بالضمائر. إذا كلمتني بالعيون الفواتري أي بلسان الحال، شكا إلي جملي طول الصرا فقلت مهلا فكلانا مبتلى، شكا بلسان الحال وهكذا. إن الكلام قال الأخطر إن الكلام له في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، جايبين كلام. وأثر عائشة الشهير في كتب النحو إن كان لا أصل له عند أهل الحديث، ما بين دفتي المصحف كلام الله، يعني هذا المكتوب. نحن نقول كذلك، هل تحفظ كلام الله تعالى وتريد به ما في المصحف الشريف من الكتابة؟ فعند كثير من العلماء الكلام في اللغة وعبارة عن كل ما أفاد. بعض أهل التحقيق لا يسلم بهذا، يقول الكلام في اللغة ما دل على نطق مفهم مفيد، فينحصر الكلام في اللغة فيما كان منطوقا به، وأما ما سواه فهو استعمال بل هو ضرب من ضروب المجاز وليس حقيقة. يعني أصل الكلام في اللغة ما دل على نطق مفهم كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، وأما مجيء الكلام بمعنى الإشارة أو إطلاق لفظ الكلام على ما كان إشارة أو لسان حال ونحو هذا، قالك هذا من استعمالات العرب لفظة الكلام، من توسيعهم للاستعمال. وبقي الخلاف في هذا، وكثر الخلاف بين العلماء في هذه المسألة لأنها تعلقت بها مسألة شهيرة من مسائل أصول الدين، هي مسألة كلام الله عز وجل. فكثر الكلام حول مسألة الكلام كثر الكلام حول مسألة الكلام وأصلها في العربية وما هو المعنى الحقيقي، ما هو المعنى المجازي إلى آخره. احنا الذين ندين الله به أن الله يتكلم بكلام يليق بجلاله وخلاص، ونقف عند هذا. نحن على عقيدة الأوائل، عقيدة ما قبل الخلاف. الله تعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله، ونقف عند هذا الحد. ولا شك أن كلامه ليس كغيره من الكلام، فهو كلام يليق به سبحانه وتعالى. المهم هذاك على كثر الكلام حول الكلام. وأما عند النحاة فهو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ما جمع أربعة قيود، هو لفظ أي منطوق به، المركب أي ليس مفردا، المركب تركيبا يحسن الاكتفاء به والسكوت عليه. والمقصود بالتركيب هنا التركيب الإسنادي، التركيب الإسنادي إسناد شيء إلى شيء، قام زيد، زيد قائم، لفظ المركب المفيد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها. فإذا لم يكن مفيدا فليس كلاما عند النحاة، كقولك إن جاء زيد، هذا لفظ ومركب وبالوضع العربي لكنه ليس كلاما عند النحاة. إن جاء زيد، واش كان إن جاء زيد؟ لا، ليس مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها بالوضع، أي بالوضع العربي، أو أن يكون بالوضع العربي ومقصودا للمتكلم.
بعض أهل التحقيق قالوا هذه القيود يغني عنها قيدان هما اللفظ والإفادة، لذلك اكتفى ابن هشام بكونه لفظا مفيدا، وكذلك الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة: كلامنا أي معاشر النحاة لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف للكلمة. فقال لك الكلام عند النحاة هو اللفظ المفيد، كونه منطوقا به وكونه مفيدا فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها. أما كونه مركبا فلفظ الإفادة مغن عنه، هو لا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا. بالوضع إذا قصدت الوضع العربي فالحديث عن الكلام عند النحاة هذا تابع للغة العربية، هذا فن من فنون العربية. إذا أردت بالوضع مقصودا للمتكلم فالأصل في الكلام أنه مقصود المتكلم، وتكلم الإنسان بكلام لا يقصده هذا على خلاف الأصل، هذا هذيان أو شيء من هذا القبيل. فالأصل في الكلام أنه يكون مقصودا المتكلم، فقالوا الكلام هو اللفظ المفيد، اللفظ المفيد كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف عن الكلم وحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤمن. وسيتكلم عن أقسام الكلام باعتبارات مختلفة. نعم قول. قال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. هذا تقسيم للكلام من جهة ما يتركب منه، أقسام الكلام فقسم إلى جملة اسمية وإلى جملة فعلية، إذا كان مبدوءا باسم فهو جملة اسمية، وكان مبدوءا بفعل فهو جملة فعلية، لكن هو يتناولها هنا أقل ما يتركب منه الكلام. قول: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو حرف وفعل. أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، كزيد قائم، الله حق، محمد رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو اسم وفعل، قام زيد، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمان أو اسم وفعل، قال محمد صلى الله عليه وسلم. اسمان أو اسم وفعل، قال لك أو اسم وحرف، يا زيد، يا عمرو، اسم حرف واسم، أو حرف وفعل، ما قام، لم يذهب. تقول هل ذهب زيد؟ تقول انت لم يذهب. فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو حرف وفعل. هذا الذي ذهب إليه الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى، وهذا خلاف مذهب جمهور العلماء وخلاف أهل التحقيق. جماهير العلماء، عامة العلماء، على أن الكلام بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين فقط: إلى أن الكلام إما أن يتركب من اسمين أو اسمين وفعل فقط أو اسم وفعل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية اللي هي أصل الألفية: وهو من اسمين كزيد ذاهب واسم وفعل نحو فاز التائب، ولا يخرج عن هذا، وإما من اسمين وإما من اسم وفعل. فالجملة العربية لا تخلو من الاسم ظاهرا كان أم مضمرا، ولذلك شرف الاسم على قسميه الفعل والحرف، لأنه مفتقر إليه دائما أبدا في تكوين الجملة العربية. الكلام العربي لا يمكن أن يخلو من الاسم، وذلك ذكروا في اشتقاقه، قيل هو مشتق من السماء وقيل مشتق من السمو، وهو الأرجح لأنه يجمع على أسماء ولا يجمع على سمات، يجمع على أسماء. ومن معاني سموه أنه مفتقر، عفوا، أنه مفتقر إليه دائما وأبدا في تكوين الجملة العربية. واشتق الاسم من سما البصري، واشتقه من وسم الكوفي، والأول المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي. من اسمين أو اسم وفعل، ولا يتركب من اسم وحرف. وأما يا زيد فهي بمعنى أنادي زيدا،
وأما لم يذهب فالاسم مضمر ضمير مستتر تقديره هو واضح. هذا هو الحاصل، هذا هو مذهب جمهور العلماء وهو مذهب أهل التحقيق، أن الكلام إما أن يتركب من اسمين أو من اسم وفعل. والذي يبدو ويلوح والله تعالى أعلم أن الإمام الجويني رحمه الله تعالى لم يفوته هذا، لا يظن به أنه يفوته هذا، وهو إمام من أئمة الإسلام، وقد كان يعني فارس ميدانه ووحيد زمانه في علم المعقول، كان مبرزا في علم الأصول. ومن العسير أن يكون الإنسان مبرزا في علم الأصول من غير أن يكون لديه رسوخ في العربية. مثل هذا الظن به أنه لم يفته، وإنما أراد تقريب هذه المسائل المبتدئ، حب يقول له الكلام من حيث صورته التي تظهر وتلوح من غير أن يغوص به في دقائق علم النحو. قالوا الكلام قد يتكون من اسمين أو من اسم وفعل أو من اسم وحرف فيما يبدو، يا زيد هذا كلام فيما يبدو هو كلام، هو يتركب من حرف واسم فيما يبدو ويظهر من حيث الصورة الظاهرة. وكذلك هل جاء زيد؟ تقول لم يجئ. هل ذهب؟ تقول لم يذهب. هذا كلام. لكن المبتدئ أو الصغير قد يعصر عليه التفطن إلى أن هنالك اسما مضمرا تقديره، فهو حب يقول أقسام الكلام من جهة ما يتركب منه أو أقل ما يتركب منه الكلام من حيث الصورة الظاهرة. هذا ظنوا به والله تعالى أعلم. وإلا فالكلام عند أهل العربية يتركب من اسمين أو من اسم وفعل لا غير. زيد قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. وينقسم الكلام باعتبار آخر إلى خبر وإنشاء، فما ذكره هنا أقسام داخلة إما تحت الخبر وإما تحت الإنشاء. الخبر في اللغة العربية النبأ كما ذكر صاحب القاموس، وفي الاصطلاح ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. ما احتمل الصدق لذاته جرى عندهم قضية وخبرا كما قال الأخضري رحمه الله. فالخبر في الاصطلاح هو ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، جملة المفيدة. قل زيد ذاهب، زيد ذاهب، هذا خبر، هذا خبر. إذا قلت جملة مفيدة بصيغة المضي مثلا أو جملة اسمية تتركها من اسم، قل زيد ذاهب أو تقول ذهب زيد، هذا خبر، لأنه يحتمل الصدق أو الكذب لذاته من جهة كونه كلاما. إذا كان ذهاب زيد موافقا للواقع فالكلام صادق، وإذا كان زيد لم يذهب فالكلام كاذب. فالخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، أي ما يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذات الكلام، لذات الكلام. فمثلا قوله تعالى محمد رسول الله خبر، لكن قد يقول قائل لكنه لا يحتمل الصدق أو الكذب. نقول هو لا يحتمل الصدق والكذب ليس لذاته، لكن من جهة كونه كلام الله تعالى. لكن هذا الكلام بالنسبة لغير المسلم هو خبر، لأنه يحتمل الصدق والكذب عنده. لأننا مسلمون وندين الله تبارك وتعالى بأن القرآن حق وصدق ولا يحتمل الكذب أبدا، نقول بأن هذا الكلام لا يحتمل إلا الصدق لأنه كلام الله تعالى. لكن من جهة كونه كلاما مطلقا لا من جهة كونه كلام الله تعالى فقد يحتمل عند غير المسلم، وهكذا. ويقول الخبر هو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته. يقول لك هل جاء زيد؟ تقول نعم جاء زيد، فإذا كان قد جاء حقا فالكلام صادق، وإذا لم يكن قد جاء فالكلام كذب. هذا الخبر. الإنشاء يقابله
الإنشاء يقابله وهو الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب. قم يا زيد، قم يا عمرو، هذا لا يصح أن تقول فيه إنه صادق أو كذب. نقول لك هل جاء زيد، هل جاء زيد، هذا لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. نقول لك على كل حال أمثلة كثيرة. قل لك سبحان الله، قدرش تقول هذا يحتمل الصدق أو الكذب لأنه تعجب وهكذا. إنشاء يقسم العلماء إلى إنشاء طلبي وإلى إنشاء غير طلبي. المهم مهم الحاصل أيها الأحبة أن الكلام ينقسم أقساما كثيرة باعتبارات مختلفة. من جهة الخبر والإنشاء ينقسم إلى هذه الأقسام. قل. وينقسم أيضا إلى، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. لا أرجع الأول إلى أمر ونهي. أيوة، إلى أمر وهو طلب الشيء على جهة الجزم وسيأتي الحديث عنه، أو والنهي وهو طلب طلب الأمر طلب إيجاد الشيء على جهة الجزم أو على جهة الاستعلاء كما سيأتينا. النهي طلب الكف عن الشيء على جهة الاستعلاء أو العلو على ما سيأتي تفصيله. زين، أمر والنهي وخبر واستخبار. والخبر والاستخبار، الأمر والنهي من أقسام الإنشاء. الخبر وهو ما احتمل الصدق أو الكذبة لذاته كما ذكرنا، والاستخبار أي الاستفهام. الاستخبار طلب الخبر، هل جاء زيد، أنت تطلب خبر مجيئه، هل خرج عمرو. والاستخبار من أقسام الإنشاء لأنه استفهام. الاستفهام من أقسام الإنشاء. نعم زيد. وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. وينقسم كذلك إلى تمن، والتمني من أقسام الإنشاء. والتمني هو طلب ما يبعد أو يستحيل حصوله. ما هو التمني؟ طلب ما يبعد أو يستحيل حصوله. قل ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. شباب لا يعود، ليتنا نرد هم لا يردون. يا ليتني قدمت لحياتي، فاتت الفرصة. هذا يمكن واضح. فالتمني هو طلب ما يبعد أو يستحيل حصولهم. زين، تمني وعرض. وعرض، العرض هو طلب الشيء برفق ولين وصيغته ألا. تمني صيغته ليت، العرض صيغته ألا. كما في قول الشاعر: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأي كمن سمع. ألا تدنو، هذا برفق ولين. زين. وقسم، قبل القسم قرين العرض الحض أو التحضيض. التحضيض قرين العرض، والفرق بينهما أن العرض طلب برفق ولين، وأما التحضيض أو الحض فهو طلب بشدة. يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم. هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت عديم. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت كريم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، كما قال أبو الأسود الدؤلي. هلا لنفسك، قال عنترة: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة، لما لم تعلمي يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المكرم. ميمية الشهيرة، ميمية عنترة في معلقاته: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. هلا طلبون بشدة. هلا سألوا، الحديث الشهير، قتلوه، قاتلهم الله. هلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي غضب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي. زيد. وقسم، القسم الحلف بأداة من أدوات القسم: تالله، بالله، والله، والذي نفسي بيده، كما كان يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ومقلب القلوب،
هذا بالوعد تالله لأكيدن أصنامكم. قال فالباء قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم زين. قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ومن وجه آخر باعتبار آخر من الاعتبارات ينقسم إلى حقيقة ومجاز عند الجمهور جماهير العلماء على إثبات المجاز وعليه فالكلام حقيقة ومجاز. اختلف العلماء في إثبات المجاز فذهب الطائفة من أهل العلم إلى نفي المجاز في القرآن الكريم وذهب الطائفة أخرى إلى نفيه في القرآن واللغة. وهذا عسير، نفي المجاز من العسر بمكان، وإن ذهب إلى نفيه أئمة فحول من فرسان المعقول والمنقول كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. هو أمر عجيب، هذا القول منه عجيب جدا، جماهير العلماء على إثبات المجاز بل إنكار وجود المجاز مكابرة كما يقول القاضي عبد الوهاب رحمه الله، عسير جدا. اللهم إلا أن تسميه بغير اسمه فيصير الخلاف لفظيا. فالقول بإنكار المجاز محل نظر أيها الأحبة، وإن كنا نحترم من يقول بخلاف هذا من أئمة الإسلام ولهم في ذلك مقصد حسن أو غاية شريفة، لكن بعض الأئمة بالغ في نفي المجاز لأن بعض أهل الإبطال اتخذه ذريعة لنفي بعض الحقائق، لكن هذا لا يصح مسلكا. الشيء إذا كان حقا فهو حق في ذاته، أما استعمال أهل الباطل له في الباطل لا ينفي حقيته، هو حق في ذاته. إذن يكون الباطل في استعماله على غير وجهه، والأصل في الكلام هو الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل وقرينة. أما القول بنفي المجاز فلا تساعد عليه الأدلة في القرآن والسنة وفي كلام العرب. كلام العرب مشحون بأنواع المجاز، يعني يكفي دليل واحد، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، هذه حقيقة بالإجماع لا يستحق بلا خلاف. الذين لا يقولون بالمجاز يقول لك هذا استعمال، معليش، لكن هل لفظ الأعمى إذا أطلق ينصرف إلى أعمى البصيرة؟ لا، هو ينصرف إلى أعمى البصر، إلى فاقد حاسة البصر، وذلك من شواهد الحقيقة. التبادر، بالتبادر يرى الأصل كما مضى معنا في المراقي وكما سيأتيكم في المراقي وفي غيره، وبالتبادر يرى الأصل. تقول رأيت أسدا، هذا لا ينصرف إلا الحيوان المفترس، فالوضع الأولي ثابت. اللي يقول باللي ما كانش وضع أول هذا بعيد جدا. مهم، كلام طويل في المجاز، ما زال جينا وقت إن شاء الله ونفيض الحديث عنه. مهم، هو ثابت، لكن الأصل عدم المجاز، لا يصار إلى المجاز إلا بقرين. وأما القول بنفيه فبعيد. نصوص شرعية مليئة بالمجازات في القرآن وفي السنة، في القرآن وفي السنة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وأمثلة القرآن لا تحصى لكثرتها، لا نريد أن نطيل، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعضا منها. الله تعالى يقول ولا تجعل يدك مغلولة، أيوة، معناها المنع عنك كثير هكذا ولا أبدا، هذا مجاز. تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وش المقصود؟ البخل، تكونش بخل، ولا تبسط، يعني ما تديرش هكذا، هو النهي عن الإسراف. شوف الذي يريد أن ينفي المجاز هو سينفي عقل اللغة، يعني هذا استعمال واسع في القرآن والسنة. قلت لكم القرآن مليء بالمجاز والسنة كذلك، بل هناك بعض النصوص لو كانت تقول هي حقيقة تكفر، تخرج من الملة، تخرج.
قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث الصحيح: عبدي مريض. قول حقيقة تكفر. سبحان الله يمرض. كنت تقول حقيقة هنا تخرج من الملة والعياذ بالله. الله يمرض حقيقة، نعوذ بالله. وذلك بينا في آخر الحديث: أما إن عبدي فلانا قد مرض. وهذا الحديث غاية في الملاطفة وفي تقريب المعنى، في تقريب المعنى، لكنه مجاز هنا بالإجماع عليه، يعني استعمال لللفظ في غير موضعه. الله تعالى لا يمرض، منزه عن هذه النقائص. عبدي مرضت فلم تعدني. الله تعالى لا يمرض. فالمهم شواهد المجاز أكثر من أن تحصر. وهذا لا ينفي أننا نحترم الأئمة ونجل من خالف. وذكروا بعض الأدلة، وعند التحقيق ستجد بأن مآل هذا الخلاف سيكون لفظيا، سيكون خلافا في العبارة وليس في الحقيقة. أما القول بأن اللفظ قد يستعمل، أو بأن اللفظ لا يمكن أن يستعمل في غير موضع له، أو بأنه ليس لللفظ وضع أول، فهذا مكابر، ما يقدرش يكون. لأنه بإجماع أهل العربية أن لفظة الأسد إذا أطلقت انصرفت إلى الحيوان المفترس، وأنك إذا قلت زرت البحر أو مررت بالبحر فأنك تقصد البحر المعروف، لا تقصد عالما، هذا هو الأصل. القرينة تأتي ناقلة عن الأصل، ما تجيش كاشفة، تأتي كاشفة، لكن احنا هذا كلام دقيق شوية، تأتي ناقلة عن الأصل. لو كان ما تقولش بالوضع الأول يا أبا كوش يسرى، هذا يعني يصير جل الكلام من قبيل المجمل، يقول الكلام قاعد مجمل. ثم رأيت أسدا واش تقول لي؟ تحتمل حيوان مفترس ولا شو؟ لا لا لا، هذا قول بعيد جدا. وذلك الأئمة الذين قالوا بهذا لهم في ذلك أدلة، في مسألة الحقيقة الإفرادية والحقيقة التركيبية والحقيقة الاستعمالية. لكن في نهاية المطاف إذا حققت القول في المعنى أنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له في الأصل، هذا لا يمكن دفعه. فهمتوني؟ عسير دفعه عسير جدا. وذلك قال عبد الوهاب قال: ورده مكابرة. مكابرة يعني دفع لما لا يمكن دفعه، مش يعني اللي خالفه متكبر. لازم تفهموا كلام العلماء، هذا قيل في سياق النقاش، مش معناته الذين قالوا بنا في المجاز متكبرون، حاشا لله، هم علماء أجلة، قال به أئمة متقدمين متأخرين. يعني المقصود أنه دفع لما لا يمكن دفعه، هذا هو المقصود، دفع لما لا يمكن دفعه. فهو ينقسم إلى حقيقة ومجاز. نعم، الحقيقة فعيلة من حق، إذا ثبت حق يحق فهو حق، والحقيقة فعيلة بمعنى مفعولة، أي محقوقة، أي مثبتة ثابتة. قد علمت عليا هوازن أنني أنا الفارس الحامي حقيقة جعفري، أي حقه. والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الأصل. وأما المجاز فهو في اللغة العربية مفعل من الجواز، جاز يجوز جوازا، والمجاز مكان الجواز، مفعل من الجواز. وفي الاصطلاح هو اللفظ المستعمل أو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل. والعلاقة بين المعنى اللغوي للمجاز والمعنى الاصطلاحي ظاهرة، قلنا دائما انبهنا على هذا، عادة تكون هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي يكون شاملا للمعنى اللغوي، يعني يتضمن المعنى اللغوي وزيادة. شوف المجاز قال لك أصلها مجوز، جاز يجوز جوزا مجوزا، ثم قلبت يعني سكنت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا صارت مجازا. صح، مجاز يعني فيه معنى العبور، فأنت تعبر من المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي الاستعمالي، تعبر. والأصل في الكلام الحقيقة، أصل في الكلام الحقيقة. الإمام ابن القيم رحمه الله نفى المجاز وذكر كلام عجيب وسماه بالطاغوت. طاغوت لأن البعض تذرع به إلى نفي بعض الحقائق. إحنا نقول شوف المجاز ثابت، هذا هو مذهب الجمهور، لكن الأصل عدم المجاز، الأصل حمل الألفاظ على حقائقها، إلا إذا دلت القرينة على أن الحقيقة غير مقصودة،
يعني مثال الحقيقة ومثال المجاز. الأسد قل رأيت أسدا، الأصل أنك رأيت حيوانا مفترس، الحيوان المعروف، لكن إذا احتفت به قرينة تشعر بأن الحقيقة غير مقصودة حملنا على ما تقتضيه القرينة. فمتى ما وجدت القرينة فالمدار على القرينة، على دلالة القرينة. تقول رأيت أسدا يقاتل في ساحة المعركة، يعني رجلا شجاعا. حمزة بن عبد المطلب أسد من أسود الله في أرضه، أسود يقاتلون في تلك البقعة المباركة. إخواننا في الأسد أسود شجعان، وهكذا قرينة صارفة. بحر، قول مررت بالبحر، يعني البحر، البحر المعروف. لكن تقول رأيت بحرا من بحور العلم، تريد عالما، تريد عالما من العلماء الذي هو كالبحر في سعة علمه واطلاعه، وهكذا. فأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي، قال المتنبي. إلى البحر يسعى جودا وكرما أم إلى البدر يرتقي علوا وسموا، ويمدح أحد ملوك المسلمين وقد دخل عليه أحد الروم. قال فأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. هذا حقيقة وجهة إلى البحر، إلى ملك كالبحر جودا وكرما. هو البحر الذي مدح حاتم طائي، حاتما الطائي، هو البحر من أي النواحي أتيت. بحر يعني شيء بحر جود، هو البحر وبحر جودا وكرما. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحل، تعود بسط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تجبه أنامله. والبحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله لآخره. وقال تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائل. والبحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، فلو لم يكن في كفه سوى نفسه لجاد بها فليتق الله سائل. يعني لا تكثر عليه فإنه يستحي من طالبيه، لو لم يكن في كفه سوى نفسه لجاد بها فليتق الله سائل. زين. قال في الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطب. ما بقي في الاستعمال على موضوعه تعبير دقيق من إمام الحرمين، يعني ما الفرق بين الحقيقة والمجاز والظاهر والمؤول؟ الحقيقة والمجاز من أقسام الحقيقة من أنواع الظاهر، يعني هما متقاربان، هما متقاربان ومتداخلان، سنشرح هذا في محله وموضعه إن شاء الله. قال لك الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني هناك وضع ثم بقي الاستعمال على ذلك الوضع. العرب وضعت الأسد، قولوا العرب وضعت، على كل حال اللغة خلاف بالعلماء، هل اللغة وضعية ولا اصطلاحية؟ الصحيح أنها وضعية بوضع الله تعالى، والقول بأنها اصطلاحية بعيد، في خلاف بين الأصولين. اللغة الرب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح سمع، فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء والبين. فأقوال الجمهور على أنها وضعية، وقال طائفة هي اصطلاحية، والتحقيق أنها وضعية في أصلها اصطلاحية في نموها وتطورها. أما القول بأنها اصطلاحية أصالة بعيد جدا، لا يساعد عليه النظر. اصطلاحية يعني اصطلحوا عليها. طيب قبل اللغة باش كانوا يتفهموا؟ صعب. أجابوا، قال لك فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء والبين، كأن تقول له كتاب، قل ادخل غرفة كتاب، كتاب يدخل غرفة فيجد لا يجد شيئا إلا الكتاب. هذا التعين، أقول هذا هو اسم الكتاب، هذا هو. أو الإشارة، قل له هاتف، هاتف. هذا لا هذا، لكنه لا يحل القضية. منين جاءت كلمة هاتف؟ البعض رأوا هنا كيف تفهموا بيسموا هاتف. هذا يصلح دليلا لكيفية التلقين لا لأصل المعنى. ها منين جاءت هاتف ومنين جاءت كتاب؟ كيفاش توارد العقول؟ صعب صعب. القول بأنها وضعية صعب جدا، عفوا، القول بأنها اصطلاحية عسير جدا. وضعية. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة.
فهي وضعية في أصلها اصطلاحية في تطورها ونموها. صحيح يقع الاصطلاح فيما بعد وتتداخل اللغات، بل اختلف العلماء في وجود المعرب في القرآن الكريم. بعض الألفاظ القرآن وجد لها أصل في غير العربية، فاختلفوا في وجود المعرب في القسطاس، جيستيس بالفرنسية، جاستس بالإنجليزية، قسطاس يعني موجود أنا توارد، كهف الكهف، لا كاف بالفرنسية، كيف بالإنجليزية، كافا بالإيطالية إلى آخرين، هناك تقارب. لذلك اختلف العلماء هل يوجد معرب في القرآن أم لا يوجد هذا المعرب. بعضهم قال موجود لا بأس، كان غير عربي ثم عربته العرب، والقرآن جار على سنن العرب. وقال طائفة لا، لا نسلم بهذا، بل لعله من توافق اللغات، يعني توافق اللغات، هذه موجود هنا وموجود ها هنا. يقول ابن العالم الزجلوي رحمه الله تعالى في نظم الغريب: ولا أرى الوقوع للمعرب وفاق رأي الأكثر المهذب، وقيل فيه زائد على المئة. قلت توافق بذاك عن فئة، توافق باب توافق اللغات وليس من باب وقوع الألفاظ المعربة في القرآن الكريم. للإمام السيوطي رحمه الله تعالى بحث نفيس في إتقان في علوم القرآن، جايب هذا البحث كلمات التي ذهب إلى أنها معربة لأن أصلها غير عربي. النفس تميل إلى إما أنها عربت ثم جاء القرآن على سن العرب، وله من باب توافق اللغات وهو الذي تميل إليه النفس. ونحن على مذهب ابن العالم وهو من علماء بلدنا الجزائر، من علماء الجنوب، مات قديم رحمة الله. وقيل فيه زائد على المئة، قلت توافق بذاك عن فئة، توافق من باب توافق اللغات. هذا كثير، سكر سكر شوغر سكر حصل كثير، هذا كثير من تتبعه يعني أعياه ذلك كثير جدا. زيد. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. هذا تفريع على الخلاف في الحقيقة، هل الحقيقة منحصرة في الحقيقة اللغوية ولا لا، لا تنحصر في ذلك. هذا مبني على الخلاف في تعريف الحقيقة، وحتى تعريف مبني على التقسيم، على القول باتحاد الحقائق أو بتباينها وتعدده، عفوا اتحاد الحقائق أو تعددها. فاللي شاف بل الحقيقة وحدها هي الحقيقة اللغوية وما سواها مجاز، قال لك لفظ المستعمل في موضع له في الأصل اللغوي، هذا هو. فإذا جاء الشارع ونقل معنى الصلاة اللي هي الدعاء في اللغة إلى معنى آخر، كان ذلك النقل مجازا، استعماله بمعنى العبادة من باب المجاز. وبعض العلماء قال لك لا، الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مشي في الأصل، من اصطلاح المخاطبة، ما اصطلح عليه أهل الخطاب، وعلى هذا التعريف تتعدد الحقائق. معناها فتصير عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، نقول عرفية، حقيقة عرفية. فما اصطلح عليه العرب أو ما وضع له في الأصل، أو اللفظ المستعمل عفوا فيما وضع له في الأصل حقيقة لغوية، اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه في الشرع حقيقة شرعية، اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه في العرف حقيقة عرفية. شوف لفظ الصلاة مثلا، إذا استعملنا الصلاة بمعنى الدعاء وصلي عليهم أي يدعو لهم، هذه حقيقة لغوية، الصلاة بمعنى الدعاء حقيقة لغوية، صح. الصلاة بمعنى قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط كما قال ابن عرف، معنى الصلاة معروفة حقيقة شرعية. شوف الدابة في اللغة العربية لكل ما يدب على وجه الأرض، فاستعمال الدابة في كل ما يدب حقيقة لغوية، استعمال لفظ الدابة في ذوات الأربع على جهة الخصوص حقيقة عرفية، أهل العرف قيدوه بما يمشي على أربع وهكذا. فإذا تعددت الحقائق تعددت المجازات كذلك،
فيصير استعمال، اسمع مليح، استعمال الصلاة بمعنى العبادة المعروفة مجاز لغوي في حقيقة لغوية، ومجاز لغة وإن كان حقيقة شرعا، واستعمال الصلاة بمعنى الدعاء مجاز شرعا وإن كان حقيقة لغوية. شفت كيفاش؟ وكذلك استعمال الدابة في الذي يمشي على أربع حقيقة عرفية، حقيقة عرفية، وإذا استعملتها في كل ما يدب على وجه الأرض يصير مجازا عرفيا لأنك استعملته في غير ما اصطلح عليه المجاز، وهكذا. نعم زيد. والمجاز ما تجوز عن موضوعه، ما تجوز عن موضوعه، أي انتقلنا عن موضوعه إلى الاستعمال الثاني. نعم، أي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في الأصل. ثم باش ما تلفلكمش حفظوا التعريف الأول، ثم فرعوا عليه ما شئتم من الخلاف. هذا بحث دقيق لعلنا نفيض فيه في الكتب الكبيرة، الكتب الصغيرة لا ينبغي أن نفيض فيها مثل هذه الإفاضة. احنا نقول الحقيقة اللفظ المستعمل في موضع له. الحقيقة وشنو هي؟ هي وصف للاستعمال في الحقيقة، استعمال حقيقة أو مجازي. فاستعمال اللفظ في موضع له في الأصل حقيقة، استعمال اللفظ في غير موضع له في الأصل مجاز، هذا كافي للمبتدئ. زين. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية على الخلاف في التعريف. نعم زين. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان. أقسام المجاز كثيرة، هو ذكر لنا بعضا من أنواع المجاز. المجاز قال لك من أنواع المجاز مجاز بدأ بالزيادة، هو بالزيادة كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مجاز ليس كمثله ظاهره ليس مثل مثله شيء، وهذا يقتضي إثبات المثل، ليس مثل مثله، ثم هناك مثل وليس مثل مثله تعالى شيء، هذا غير مراد أبدا، غير مراد، لكن المراد هو نفي المثل عن الله تعالى، وهذا أسلوب، فهو من باب المبالغة في النفي، ليس كمثله شيء، فليس مثل مثله شيء، فمن باب أولى أن يكون لا يكون له مثل، مثل مثله لا وجود له، لو كان له مثل فمثل مثله لا وجود له، فكيف بمثله؟ من باب المبالغة في النفي. والعلماء أجابوا عن الآية أو خرجوا الآية بتخريجات كثيرة، أشارها أنه مجاز بالزيادة، ليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء، فالكاف زائدة صلة، واضح؟ ليس كمثله أي ليس مثله شيء، الكاف زائدة صلة للتأكيد برك، هذا القول. وقيل بل الزائدة هي لفظة المثل، فالمثل هنا بمعنى النفس، والعرب تنزل المثل بمنزلة النفس كما قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، قل العرب مثلك لا يفعل هذا، أي أنت لا تفعل هذا، لا يليق بك هذا، العرب تنزل المثل بمنزلة النفس. تعرفوا إيش قال مجنون ليلى، سمعوا به مجنون بن عامر، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن بات من ليلى على اليأس طاوي، على مثل ليلى، هو يقصد على ليلى، وهي قصيدة عجيبة معجبة ستأتينا إن شاء الله، هي من القصائد التي ندرسها في الصناعة اللغوية، تأتينا في محلها إن شاء الله بعد المعلقات والستي، هناك عيون من القصائد مختارة، منها القصيدة المؤنسة لمجنون ليلى في الغزل، هناك قصائد هي من عيون القصائد الشعر العربي، يقول على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن بات من ليلى على اليأس طاوية، وإن كان يائسا منها، على مثل ليلى أي على ليلى، تقول أنت مثلك لا يقول هذا أي لا، أي أنت لا تقولها، فأنا ليس كمثله أي ليس كهو، هذا التخريج الثالث، التخريج الثالث أنها من باب المبالغة في النفي، ذكرت عرضا يعني ما هيش زائدة، ليس مثل مثله شيء من باب المبالغة في النفي، فلما نوفي مثل المثل كان نفي المثل من باب أولى. وكان تخريج رابع وهو أن المثل بمعنى المثل، مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة، المثل في اللغة يأتي معنى الصفة، والدعية في المثل أيضا، وهي دعوة تحتاج إلى بحث،
المثل غير المثل. فقال لك ليس كمثله أي كمثله أي كصفته شيء. أقوال من أقرب الأقوال إما أن الكاف صلة ولا المقصود بأن المثل بأن العرب تطلق المثل وتريد النفس. ليس كمثله شيء أي ليس كهو شيء سبحانه وتعالى. وقيل غير هذا زيد أو نقصان أو نقصان كما في قوله تعالى واسألي القرية أي أهل القرية أي أهل القرية. ولا مانع لغة ولا عقلا ولا عادة أن تسأل القرية. كثير من العلماء يجنح إلى المجاز في مثل هذا يقول لك اسأل القرية. وكذلك في مسألة جدارا يريد لابد أن نفرق في هذا المقام بين بيان المراد في الآية وبين الحكم العام. الحكم العام محل بحث. يعني بعض العلماء هنا يقول لك هي لماذا مجاز؟ لأن القرية غير عاقلة فليس من شأنها أن تسأل. هذه الدعوة محل بحث. نجد كثيرا من آية الذكر الحكيم ظاهرها أن هذه الجمادات تعي وتخاطب وتتكلم ولها إرادة. ثم استوى إلى السماء وهي الدخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. لا مانع تكون عندها إرادة وخطأ. ومثل هذا كثير. يعني في صحيح البخاري إن حجرا كان يسلم علي بمكة إني أعرفه الآن. ما كانش مانع أن تكون للجمادات إرادة. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلابد أن نحذر من أن تغتالنا المباحث الأصولية والبلاغية عن مشاهدة الحقائق. لأنه شوفوا نقول مجاز معليش هنا أسأل القرية من جهة المراد في الآية أن المقصود أهل القرية مش الجدران. لكن هذا لا ينفي يمكن لا مانع من أن يكون للجمادات إرادة. لكن هذا بحث. بعض العلماء يقول لك لا هي لا إرادة لها ولا عقل لها وهذا مجاز. هذا مجاز. لكن هذا الإطلاق قد يحجبنا عن بعض حقائق العلم في العصر الحديث. فعلماء الأحياء يتكلمون عن وعي الكائنات في العصر الحديث يتكلموا عن وعي الجزيئات التي تتكون منها الأجسام. وهذا من الشواهد ومن الأدلة إلى جانب آلاف الأدلة على توحيد الله تبارك وتعالى ووجوده وعي الكائنات. حتى في المناظرة الشهيرة بين ديباك شوبرا وريشارد دوكنز الشهير مما قهر به ديباك شوبرا مسألة وعي الكائنات. يعني كيف تتركب الجزيئات وكيف هذا يتركب هذه الخلية تقبل هذا ولا تقبل هذا. شكون اللي قالها أنه هي هذا؟ ولكن لم يحصل الجواب ريشارد دوكنز وإن كان من أعتى ملاحدة العصر وهو ضعيف في الحقيقة وكان عالما من علماء الأحياء لكنه فيلسوف متهافت يأتي بالقول ونقيضه. مناظرة شهيرة لما جاءت مسألة وعي الكائنات لم يحسن الجواب فيها. باش نقربها لكم مثلا أجلكم الله المني الذي يكون منه الإنسان هو ماء تضعه في الأرض ماء كالمياه في التراب ماء كالمياه في رحم يصير منه الإنسان. شكون اللي قال له بل انتهرك هنا في الرحم؟ كائن وعي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإحنا الحقائق هذه مسائل الأصولية والبلاغية نقرأها ونحاول أن نتفقها فيها لكن من غير أن تقيدنا من غير أن تحجبنا عن حقائق القرآنية والنبوية. زيد قال أو نقل النقل لو جاء أحد منكم من الغائط هذا مجاز. مرسل علاقاته الحالية والمحلية أطلق الحال أطلق عفوا المحل على الحال فيه. الغائط هو المكان المنخفض من الأرض يقصده الإنسان عند قضاء حاجته. لكن من باب الترفع أطلق على الفضلة الحالة. فلم يعبر مثلا في القرآن بلفظة الخاء والراء والهمزة أو الفضلة. قال أو جاء أحد منكم من الغائط فأطلق الغائط على ما يخرج منه من الإنسان. وإن كان في الآية هنا ما يش مجهزة في الآية
لأنه جاء من المكان المنخفض حقيقة. لكن نتكلم عن إطلاق لفظ الغائط على الفضلة الخارجة، والفضلة حالة في الغائط يقضيها الإنسان ويضعها في المكان المنخفض، هذا مجاز مرسل علاقته المحلية. المجاز المرسل هو كل مجاز علاقته غير المشابهة، والعلاقات كثيرة. زيد زرب الوقت. أو استعارة. أو استعارة. إيه استعارة. الاستعارة عند البلاغين شنو هي؟ تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه. بزاف ناس كيقراوا الاستعارة يخافوا، ما يفهموا له الأقوال تصريحية وتباعية. شوف الاستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه. شنو تشبيه البليغ؟ تشبيه الذي حذف منه، حذفت منه الأداة وحذف منه وجه الشبه. يقول لك زيد بحر، حمزة أسد، خلاص هذا تشبيه بليغ. تشبيه بليغ خلاص. إذا حذفت أحد أركانه، يعني حذفت المشبه ولا المشبه به، وش ولي؟ استعارة. هذا مكان ثم حفظوا هذا. الاستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه. فإذا كان المشبه هو الذي حذف وأبقي على المشبه به فهي استعارة صريحية، وإذا حذف المشبه به وأبقي على المشبه فهي استعارة مكنية. تسمى المدار على المشبه به. سيأتينا في البلاغة بأن ركن التشبيه الأعظم هو المشبه به. المدار كله على المشبه به، هو الذي حصل به التشبيه. فإذا حذف المشبه وأثبت المشبه، إذا صرح بالمشبه به فهي تصريحية، إذا حذف المشبه به فهي مكنية. من التصريحية بيت المتنبي ذكرناه قبل قليل. فأقبل يمشي في البساط، فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. ويريد أن يشبه الملك إلى ملك كالبحر. حذف المشبه وأبقي على المشبه به فهي استعارة صريحية. مثال المكنية: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. شبه المنية اللي هي الموت باش بالحيوان المفترس، لكن ما ذكره الناس، ورمز إليه بأحد لوازمه وهو الأظفار. وإذا المنية أنشبت، هل المنية أظفار؟ ويريد أن يشبهها بالحيوان المفترس، فحذف المشبه به وذكر المشبه. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. زين. قال: في المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى وسل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. شوف ما قال لكش ما مثلش بالآية، لأن الآية حقيقة. أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا يقدر يكون حقيقة، لكن إطلاق الغائط على ما يخرج من الإنسان مجاز مرسل. زين. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. أن ينقض، لأن الأصل في 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 الجدار أنه لا يريد، لأنه من الجمادات، أي يوشك أن ينقض، فشبهه بالإنسان الذي يريد أن ينقض. وإلا فالمراد أنه يوشك أن ينقض، ولا مانع من أن يكون للجمادات إرادات كما ذكرنا. زين. قال الأمر: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته، والحمد لله رب العالمين.